والله بتمنى انه اطلع عجينة يا عمي، بقولوا انه هناك بجنة في دفا كتير. انت على برا الم تياب الم شحاحي الم شوية حطب عشان بس ادفي اخواتي وعمتي. مبروك شفتها بدي ادفي عمتي هاي الاكياس عم يخلصوا، اكياس خبز نباريج، حي الله عم نحط حش سمين حداوي، حي الله ومع وقت عم يخلصوا عم نقعد بالفرشات عم نرجع عم نطلع على العالم هاي عم تاكل هذا عم ياكل هذا عم يجيب موس هذا عم يجيب خضرة هذا ما في. نكون قاعدين حد الصبي انا وعمتي واخواتي بكون دفيان. يعني ولد اللي عمره سنة وسنتين وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعمش يتنشق هالروايح الكبير تقتله، كيف الصغير؟ دس اللي دي والله ما نعمل بالله سلامة قلبك يا عم. دس اللي دي شوف هالطفلة، شوف هالطفلة هاي شو ذنبها، بس ما بدي أقول لك إلا أكثر منها شكوي غير لله، غير لله ما زلت والله أتمنى لك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يشتوا يتمنوا يشتوا ياكلوا اللقمة مع محسن أجبنا لأنه والله مع محسن، والله يا جماعة مع محسن، والله البرد أكل من كتاف، والله روايح النايلة روحت لي ابني صار معه نقص أكسجين بزيادة، والله عم بالتياب عم نحط التياب وعم تدفى يقول لي يا أمي بدي أدرس، فقال له والله ما أحسن بدي أنزل طلب أولادي من الشيء أجيبه. أخ والله تعبت حاج، والله تعبت. لا لا يعني بقدر أعملهم أكل، لا بقدر أعملهم شيء بطلبوه مني، أنا عايشة حياة مأساوية تحت الصفر تحت الصفر، انا ماني عايشه، انا ما بحس نحن انه انا ما بحس ان نحن عايشين، لا والله العظيم انه نحن عايشين من قله الموت. بتصدق يا عمو انا ما عندي جاكيت، بقول لامي انه اشتري لي جاكيت وانا بعرف حالتنا. والله بتمنى الموت واطلع عازمه يا عمو، بقولوا انه هناك بجنه في دفا كثير.